ما تشعر أنه بدت كأنما حرب إعلامية مبطنة نتيجة الصراع الواضح بين الجوية والشرطة؟ بيانات، اتهامات، والله الحكام هم جاي يغيرون النتائج، ناس تقول هذا وجاي يمكن تتابع وتشوف. شوف أستاذ علي، كلامك منطقي وأحييك على هذا السؤال. أنا اللي أتمنى من 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 رؤساء الرابطة اللي موجودة بين يعني الفريقين، محترمين جدا، جمهور على مستوى عالي، مثقفين محترمين، أتمنى أن نبتعد، لأن صارت الحرب خارج الملعب، ما صارت الحرب داخل الملعب. احنا شفنا يمكن خصوصا هذا الأسبوع العشرة أيام الهتافات والتصريحات والمشاكل، حتى أكو ألفاظ يعني ما تليق بيهم هم كفريق، يعني كجمهور مثقف، جمهور واعي، محب الفريق. أتمنى أن نبتعد، خلينا نستمتع داخل الملعب. أنت من حقك تشجع وأنا من حقي أشجع، بس بنفس الوقت مو من حقك تسيلي ولا من حقي أني أسيلك. جيد، هسه هذا هنا فيما يتعلق بالجمهور، كابتن أعضاء إدارة وصلت التصريحات، حمادي صرح منا، سيد تحسين يرد عليه منا، والفريق المراضين على التحكيم. هسه المشكلة لا الجوية راضة على التحكيم ولا الشرطة راضة على التحكيم. إذا عندهم إمكانية تسمح لهم، عليهم أن يستقطبون الفريقين بالجولات السبع الأخيرة، يستقطبون حكام أجانب أو حكام عرب إذا تسمح لهم، لأن هم الفريقين دي يشوفون نفسهم أن هم مظلومين من قبل التحكيم، والفريقين دي يفوزون بالجولات الأخيرة. وأنا أشوف أنه مسألة طبيعية، ومن حق اليوم أنا كعضو إدارة أنه أدافع على فريقي، ومن حقك أنت عضو إدارة أنه أنت تدافع على فريقك. بالتالي أكو بعض الأوقات أنه تحتاج أن أنت تكون حرب إعلامية، بس ما تسيء الأدب ولا تتجاوز على المقابل. أنا من حق اليوم الحرب الإعلامية يعني موجودة بكل بلدان العالم، بكل فرق العالم أكو حرب إعلامية، بس بدون إساءة، بدون تجريح، بدون شخصنة، من حقك كل شيء تسوي، يعني بدون تجريح، بدون ما سيء الأدب السين وصاد، من حقك أنت، من حق أنا دافع على فريق اليوم. اليوم أنا كمثال أعمل نادي الشرطة، من حقي أنه أسوي أي شيء في سبيل أنه أكسب نقاط المباراة وتكون النتيجة من صالحي. قبل سبع جولات منها